تعلن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وشركة مطار البحرين بأنها ستقوم بافتتاح جزء من الشارع الجديد المؤدي إلى مطار البحرين الدولي من الانعطاف لليمين من شارع خليفة الكبير إلى شارع 2403 الجزء المقابل لمبنى المطار الحالي وسوف يتم الافتتاح اعتبارا من يوم الجمعة القادم. لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع. ويعتبر هذا الافتتاح الجزئي للشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين افتتاحا مرحليا تدريجيا لطرق 2403 قبل الافتتاح الكامل بالتزامن مع تشغيل مبنى المطار الجديد.